مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخلق. بنختتم الاسبوع، قلنا بقى من فتره كده بنيجي اول اسبوع يوم الجمعه ننزل على حضراتكم شويه ونقول لك اسال على ماما، على والدتك، اسال على ابوك، اسال على اخوك، اقرا الفاتحه لوالدتك، اسال على اصحاب والدتك لو كانت رحلت عن حياتنا. السؤال الحقيقه حاجه كويسه جدا، الونس الحقيقي اللي بنعمله مع بعض. فمش عارف ليه انا بطلت اقولها يوم الجمعه، لكن ادينا هنقولها يوم الاحد، وبعد كده الاسبوع الجاي نقولها السبت والجمعه والحد ان شاء الله، عشان دي مساله في غايه الاهميه خاصه مع ظروف كورونا الصعبه. ما زالت ازمه كورونا ازمه صعبه، ما زال الخطر قائم، كورونا فيها سم قاتل، لازم نخلي بالنا من الحكايه دي. شايفين العالم كله متوتر وارقام كبيره، ارجوكم تابعوا الاخبار، الاخبار بتقول الارقام بدقه. احنا مش برنامج اخباري، مش هنقدر نقول الارقام كلها، لكن عايز اقول لك تابع الاخبار، هتلاقي انجلترا فيها توتر ووصلوا للمرحله الرابعه من الانتباه، وهنا 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 وهنا، وفي الدنيا شغاله في اللقاحات، في منها اللي اعترف بيه وفي منها، بس خلي بالك احنا ما شاء الله فوق ال 100 مليون، لو هنقول ان محتاج اللقاح عندنا 80 مليون مثلا عشان يجي لنا الرقم ده، عايزين وقت، عايزه وقت جامد. فعلى ما يجي الوقت ده ونقدر نوفر الكميه الكبيره دي من اللقاح اللي استقر عليه العالم ان اللقاح قوي ومضمون، ده هياخد مننا وقت، وعلى ما يجي الوقت ده محتاج مننا ان احنا ننتبه عشان نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا ونحمي حبايبنا. تشوفوا انتوا في الفيسبوك كل ما افتحه كده الاقي شاب ميت وراجل وامه وراجل ومراته وبتاع، يعني حاجه، لانه لما بيجي في العيله كمان بيبقى شيء رهيب. يعني تلاقي الابن وامه ماتوا مثلا، الاخ واخوه ماتوا مثلا في كورونا. فيا ريت نخلي بالنا، لان المساله مش زي ما بعض الناس بتحاول تصور انه بسيط وانه خفيف وانه لا، طالما في ناس بتموت يبقى في خطر. صحيح الموت ممكن يجي من اي حاجه، صحيح، بس الحاجه اللي نعرفها ونقدر نبعدها عننا نعملها. يعني نعملها، ما واحد يقول لك ارسم الموت يجي في اي وقت، صحيح، لكن لما تبقى عارف ان انت لما هتخرج بره البيت ده هيبقى محتمل يحصل حاجه ما تخرجش. فيرجو يعني احموا نفسكم وربنا الحامي ان شاء الله. انا بشكر يعني حضراتكم في متابعه باب الخلق، وبشكر ضيوفي علي الحجار ومجدي امام وعمنا فامي عمر اللي شرفوني الاسبوع ده ويعملوا لنا، واللي في الاسبوع اللي فات وعملوا لنا حلقات الحمد لله يعني لقت استحسان عند حضراتكم. وخرجنا صورنا في اكتر مكان، لكن عشان ظروف كورونا هنقلل شويه التصوير الخارجي على قد ما نقدر، عشان بس احمي زمايلي ونحمي الدنيا وحاجات زي كده، عشان يبقى كلنا بنساهم في المساله دي، في مساله ايه؟ الخروج للضروره القصوى. ومن الضرورات القصوى راينا ان الذهاب الى المتحف المصري في ميدان التحرير هو ضروره. ليه؟ لان انت ما بتروح المتحف ده، ارجوكوا روحوا اتفرجوا، حاجه مش معقوله. كل شبر في المتحف المصري يحتاج انك تقف قدامه وتتامل وهتلاقي حكايه. كل تمثال حتى لو مكسور، حتى لو قطعه من التمثال، بتلاقي وراه قصه. فاحنا رحنا لتمثال كده دماغه مش كامله لكن بالالوان التحفه لحتشبسوت، وتمثالين تانيين لحتشبسوت، ورحنا نشوف ايه حكايه حتشبسوت دي وابن جوزها تحتمس الثاني. جوزها كان تحتمس الثاني، خلف تحتمس الثالث، لكن ما خلفوش من حتشبسوت، هي اخت تحتمس الثاني. زمان الفراعنه انتوا عارفين كانوا بيجوزوا اخواتهم عشان الحفاظ على السلاله، لكن تحتمس الثاني اتجوز واحده عاديه، خلف منها تحتمس الثالث. طب احنا ليه رحنا ونشنا على تحتمس الثالث؟ لان واحد من جدودنا اللي سجل له التاريخ كل تقدير وكل احترام. اولا هو عمل فتوحات كبيره، وسع الدوله، عمل جيش في الدوله، ارسى حاجات كتيره جدا جدا لخدمه الشعب، وكان ليه شعار في منتهى الروعه يقوله للوزير بتاعه، هنقوله لكم في التقرير. فده رجل احب جدا ان حضراتكم تعرفوا تاريخه وتعرفوا ماذا قدم، وليه احنا حافظنا على تاريخ هذا الرجل وحبيناه جدا في التاريخ، وليه
كانت جنازته جنازة مهيبة جدا، والشعب زعل عليه جدا جدا لأنه كان عنده مبدأ. سيبونا بقى نحكيه في التقرير ونوريكم جد من أجدادنا كان ليه تاريخ جميل والناس حبوه لسبب بسيط، لأنه هو كمان حب الناس. تعالوا نروح المتحف المصري ونلتقي بحتشبسوت اللي حطوها في تابوت وتحتمس الثالث. اهلا بحضراتكم، احنا عدنا للمتحف المصري في ميدان التحرير. كنا عملنا زياره من حوالي سنه ونص او سنتين للكاتب المصري وحكينا حكايته. احنا النهارده عندنا زياره عائليه لخالتك حتشبسوت، وطبعا هيجي سيره تحتمس الثاني اللي هو جوزها واللي هو اخوها برضو، بس هو اخوها من ابوها واتجوزوا عشان يجيبوا نسل فرعوني خالص. كان زمان الفراعنه يتجوزوا اخواتهم عشان الحكايه دي، هو ضامن اخته نسل فرعوني وفي بقى الاصاله والحاجات بتاعتهم دي، وهو نفسه تحتمس الثاني. لكن عمك امون ما اذنش، ما جاتش العيال، فعمك تحتمس الثاني اتجوز واحدة بقى عادية كده أو بقى من يعني من الجواري بتوعه وخلف منها تحتمس الثالث. فاحنا جايين نشوف ايه علاقة تحتمس بعمته اللي هي برضو مرات أبوه حتشبسوت، كانت فيها مرمان المنيب، كانت مرات أب، هكذا يحكي التاريخ. الحاجات اللي انا بحكيها دي حاجات تقريبا يعني دقيقه جدا. ان حتشبسوت اتجوزت تحتمس الثاني وما خلفتش منه، لكن خلفت بنت. قوم بقى ايه، ما احنا في زياره تحتمسيه. خلفت بنت، البنت دي اتجوزت تحتمس الثالث اللي هو ابن مين؟ اللي هو ابن تحتمس الثاني. خلي بالك اتجوزت ابنه، فيبقى بنت حتشبسوت من تحتمس الثاني اتجوزت ابن تحتمس الثاني اللي هو كان امبراطور الاباطرة، وكان من اعظم الحكام اللي حكموا مصر 54 سنة، لكنه يذكره التاريخ بكل خير. وكانت جنازة تحتمس الثالث اللي هنتعرف عليه جوه أعظم جنازة في التاريخ القديم لفرعون مصري، كانت الناس كلها بتحبه لأنه كان ببساطة ما بيحبش الفساد وبيقول إن الرب يأمر بالعدل. ده من حطب إله الطب. انت طبعا هنا في هذا المتحف العملاق في الاف القطع، ممكن تقعد تتكلم مثلا 3 سنين ويمكن اكتر عن كل قطعه، لكن احنا جايين في زياره خاصه تحتمسيه. لكن برضو الشيء بالشيء يذكر، ده عمك رمسيس الثاني، بس ابنه عمل حركه يعني مش قد كده، مرمبتاح ابنه
شال كل ما يدل على ان ده رمسيس الثاني وحط ايه اسمه. كانوا بيعملوا كده الفراعنه، يكسروا الاسم ويكتبوا اساميهم. لكن احنا متجهين مباشره نبدا الاول بخالتك حتشبسوت اللي حطوها في تابوت. ولنبدا عشان لخبطتكم في المقدمه بقى، قلت لكم حتشبسوت وتعطمس الاول وتعطمس الثاني وتعطمس اتجوز اخته واخته خلفت بنت جوزتها قصه كده. نبدا من الاول، هذه راس جدتي حتشبسوت. ايوه جدتنا طبعا، احنا بنتكلم في الاسره الثامنه، ودي راس مميزه لانها بالالوان اللي هنشوفه جوه التمثال الكبير ليها جرانيت أصم، يعني مش بالألوان زي ما انتم شايفين. هذه ملكة حكمت مصر رغم أنف الكهنة، ما كانش عندهم ستات تحكم، لكن حتشبسوت قدرت تحكم. وده برضو تمثال، برضو ده وجه حتشبسوت جايبينه. ما تيجي يا راضي اتفضل، لازم اقول لك اتفضل. ده هو برضو تمثال لحتشبسوت. احنا بقى قلنا ايه، هذه السيدة حكمت مصر 20 سنة، والكهنة ما كانوش موافقين، ولذلك لم يستقر التاريخ بعد حسب المعلومات المتوفرة عندي. لو حد عنده معلومات غير كده أرجوكوا تقولوها لي، لأن أنا ما لحقتش حتشبسوت. ممكن أكون لحقت رمسيس تاني كده وأنا صغير، إنما حتشبسوت ما لحقتهاش. الست دي كانت ست مسالمة، وكانت بتعمل الرحلات المشهورة اللي هي رحلة بونتو، بتسافر بتنزل في أعماق أفريقيا، وكانت تسالم الناس اللي في فلسطين وفي الشام وبتاع. اتفضلوا اتفضلوا. ولذلك لما هيجي بقى تحتمس الثالث هيغير هذه السياسة. طب الست دي عملت إيه؟ عملت حاجات كويسة لكنها ما كانتش مقبولة. طب راحت فين بعد ال20 سنة؟ ايه اللي حصل لها؟ تعالوا نشوف اكتر لما نشوف التمثال الكبير لهذه الرأس اللي هي كانت دماغ حلوة، يعني قدرت تعمل حاجة مختلفة في تاريخ الفراعنة. التمثال يتحدث عن نفسه، مش محتاج مني كلام خالص. ده طبعا جرانيت، معرفش ايه ازاي، يعني قطعة واحدة ازاي وصلت للعمل الفني البديع ده معرفش. وطبعا يعني الف شكر لكل الناس، لان واضح انهم مترمم، واضح انه قطعة كانت مكسرة وظبطوها بشكل رائع. زي لف رادي كده على التمثال حاجة، يعني يعني مش معقول من الدقة. شوف التمثال ورا، مفيش حتة مش معمول فيها شغل، ده جرانيت. يعني عايز اللي هي الحاجات اللي بالزهرة تقطعوا. انت عارف انت لما بتقطع حتة رخام عندك بالمنشار الحديث ده بتعمل ايه؟ دول ما كانش عندهم كهرباء اساسا، ازاي عملوا كده؟ ازاي؟ الحقيقة شيء مذهل. حتى هنا بص يا راضي، تعالى في كل حتة تفصيلة في شغل، في شغل. يعني هذه هي حتشبسوت. حتشبسوت يا سيدي اتجوزت أخوها تحتمس الثاني، وعلى أمل إن هما بقى طبعا هي من سلالة عملاقة وهو من سلالة عملاقة نقية، يطلعوا فرعون نقي.
لكن أمون معرفش ليه مرضيش، يعني أمون كان واخد منهم موقف. فتحتمس التاني اتجوز واحدة يعني عادية أو يعني اجتمع بيها بشكل أو بآخر، وأنجب تحتمس التالت. لكن حتشبسوت خلفت بنت وما تحمك تحتمس التاني. مين اللي حمسك الحكم بقى؟ يعني الكتب أو الحاجات الوثائق بتقول إن كان تحتمس عنده 6 سنين، التالت عنده 7 سنين، عنده صغير جدا 11 سنة يعني. وهقرا لكم دلوقتي الوثيقة اللي كتبها لما نروح له، بس تحتمس الثالث بيصف فيها كيف تم تتويجه. فمين اللي هيمسك الحكم؟ حتشبسوت دخلت خدت كتف كده وكتف كده وحكمت. والكهنة مش موافقين، يعني واحدة ست تحكم مش حاجة مش متعودين عليها. وأصبح في الكهنة طيار ضد الست دي، ملكة دي اللي قاعدة تحكم 20 سنة. هل يا ترى عملوا عليها ثورة؟ مفيش دلائل، يعني مفيش في الوثائق أو الحجارة أو الكتابة أي حاجة بتشير إن إحنا عملنا ثورة على حتشبسوت، لا. طب إيه اللي حصل؟ ما نعرفش. لكن في بعض الكتب بيقال إن هي استبعدت تحتمس الثالث ده، زقته، بس عملت حاجة حلوة. أذكر إن أنا قلتها مرة في حاجة عن الفراعنة أجدادنا، إنه هي علمته كويس، يعني بعتته يتدرب عسكريا كويس جدا، وعلمته كمان كويس جدا كل العلوم اللي عندهم وقتها، ولذلك كان شاب مختلف. وتقدر تقول كده وانت مطمئن، يعني عشان خاطر ما بقاش مبالغ، هو من اعظم الملوك الفراعنه. مش هقول اعظم عشان ما بقاش مبالغ، لكنه من اعظم الملوك الفراعنه. هو كان متربي تحت رعايه حتشبسوت بس من بعيد، يعني هي بعدته عن الحكم. ماتت بقى حتشبسوت، عملوا عليها ثورة. بعض الروايات تقول لك مش عارف ازاي دي حتشبسوت، دي زي القمر هناك في ايه دي بعد ما ماتت مثلا. تعالى راضي، ده وجه حتشبسوت اهو، تعالى اوريكم بقى وجهها الناحية التانية. تعالى راضي زي القمر هنا، زي القمر مش عارف المراخير المفلطحه دي ازاي دي حتشبسوت، معرفش. هنا قدامنا سيده في منتهى الجمال، عينين واسعه وبق صغنطه محندق ومراخير جميله وكل حاجه. طبعا هو ما فيش دقن دي، بس كانوا حاجات بيحطوها الفراعنه. فمش عارف ازاي الوجه ده هو نفسه وجه الوجه ده. طبعا انا لو بتفرج عليهم كده مش ممكن اقول انه يا صحيح احنا بقاها حلو، بس المراخير دي مش معرفش هل دي فلتت من المسال ام ايه، ما عنديش فكره. بس طالما كتبوا ان هي حتشبسوت يبقى هي حتشبسوت. 1473، وبعدين ننزل ما نطلعش لان احنا في قبل الميلاد. 1473 نروح نازلين ل 1458. واختفت هذه السيدة الملكة المهمة في التاريخ، المسالمة جدا، ليظهر على الساحة ملك عظيم هو تحتمس الثالث. هي برضه عملت حركة ذكية، برضه الستات ليهم حاجات جامدة، كانت ملكة أو غير ملكة، جوزت تحتمس الثالث ده لبنتها عشان تضمن المسائل. إنه هو الإله آمون والدي وأنا ابنه، حينما كنت لا أزال فرخا في عشه، ولقد أحبني حقا من لبه وأخصني بالملك، وليس في ذلك مبالغة. وكنت وقتئذ
صبيا، إذ كنت لا أزال طفلا حدثا في معبده، ولم أكن قد أصبحت بعد كاهنا، وكنت واقفا في القاعة ذات العمد البردية الشكل الواقعة في الجهة الشمالية من المعبد. وعندئذ خرج الإله آمون من بهاء أفقه مثل إله شمس، وكانت السماء والأرض في عيد من جمال طلعته، وإني ابنه محبوب جلالته، وما ترغب فيه نفسي ينفذ. هذا ما وجد على الجدار يحكي فيه تحتمس الثالث كيف نصب إلها بقى أو إمبراطورا أو فرعونا عظيما. حكى لأن هو كان عنده مشكلة إن أمه ست والدته مش مقصلة، لأن إحنا قلنا تحتمس الثاني لما جوز حتشبسوت ما جابوش ولد، فجوز واحدة عادية أنجب منها تحتمس الثالث، فبقى عنده مشكلة. ولذلك عندنا الصورة دي مهمة جدا، أو التمثال ده مهم جدا. هتلاقي عمك تحتمس الثالث قاعد في حضن حتحور لإله بيرضع منه عشان يبقى إيه رجل أصيل، كأنه مولود أو راضع من هذا الإله. لكن هذا الملك الذي يعنينا أنه صنع مسلات عظيمة جدا موجودة في بريطانيا، موجودة في روما، موجودة في أمريكا، مسلات الملك ده. الملك ده تحتمس الثالث ده حكم مصر 54 سنة بكفاءة عالية جدا، عمل جيش أقوى جيش في العالم، عمل أول إمبراطورية عظيمة في التاريخ. كانت حتشبسوت مسلمة، لكن ده فتح راح فلسطين وراح الشام وراح العراق، كل ده خده ونزل تحت مصبات النهر، نزل في نص السودان تقريبا. كل دي كانت الإمبراطورية المصرية، أول إمبراطورية. ولذلك هو ممكن تسميه وانت مطمن أبو الأباطرة، أول إمبراطور في التاريخ، عمل دولة عملاقة. بس بقى إيه، هو كان في حاجة تانية بصراحة، هي دي اللي جابتني مكفي على وشي وأقول له السلام عليك أيها الرجل. هي دي بس اللي جابتني، وهي دي خلاصة الحكاية. أربعة أسطر كانت شعار هذا الملك اللي عمل جيش عظيم، واللي عمل إمبراطورية عظيمة، واللي عمل آلات حربية جديدة خالص، واللي عمل يعني خطط عسكرية ما كانتش موجودة خالص، اللي هي قلب وجناحين في الجيش، ما كانش الدنيا تعرف الحكاية دي. هو أول واحد، ولذلك خطط الحربية بتدرس على مدى سنين طويلة لأنها خطط كانت جديدة على العالم، زائد أنه عمل آلات حربية جديدة برضو على العالم. لكن الراجل ده جماله يكمن في إيه؟ يعني أنا أحبك أن أنت تقرأ عنه تفاصيل كتير. أنا يعني مانيش مرشد سياحي، ومش مهمتي أن أنا أحكي لك التاريخ بالتفصيل، مش هي دي القضية. عايز أقول لك أن حكم الراجل ده، حكمنا 54 سنة، وكان رجل مفتور العضلات، ورجل يعني ذو حيثية كبيرة من حيث العقلية العسكرية ومن حيث العلم ومن حيث ده. بص بيقول إيه بقى، ده شعاره. يعني هو طبعا ليه تاج وليه يعني حاجات بتدل على حكمه، لكن أهم حاجة كان بيعلنها تحتمس الثالث طول الوقت الجمل الآتية: لا يرضى الرب بالتحيز، كن يقظا فمنصب الوزير عماد الأرض كلها، فليس للوزير أن يستعبد الناس. استمع للشاكي من الجنوب والدلتا وأي بقعة، تصرف بالعدل فالمحاباة يمكتها الرب، كن عادلا مع من تعرفه ومن لا تعرفه. هنقول تاني لأن دي خلاصة أعظم أو من أعظم من حكموا مصر على مدى تاريخها القديم. 54 سنة
جاب الوزير بتاعه قال له اقعد هنا اسمع، ده الفرعون خلي بالك بيقول للوزير، لان زمان كان رئيس الوزراء هو اسمه الوزير يدير كل الحاجات. قال له ايه بقى؟ لا يرضى الرب بالتحيز، كن يقظا فمنصب الوزير عماد الارض كلها، ليس للوزير ان يستعبد الناس، استمع للشاكي من الجنوب والدلتا واي بقعه، تصرف بالعدل فالمحاباه يمقتها الرب، وكن عادلا مع من تعرفه وما لا تعرفه. شكرين يا عم تحطمس. وسهلا بحضرتكم مره تانية وعوده مع الدكتور عمرو يسري، مشرفنا في الحديقه الدوليه. ربنا يحفظك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دي حديقه باب الخلق. ربنا يبارك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك مختار موضوع جميل، يعني موجود في بيوت كتيره الناس بتعاني منه، فتفضل لك الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح مشرق وجميل، يعني يا رب ان الناس يشوفونا ان شاء الله بالليل. الموضوع بتاع شخصيات معينه اللي هم people pleasers، اللي هم عايشين بيحسوا بنفسهم بارضاء الاخرين وبس، وبينسوا نفسهم الى ان يستهلكوا. وفي كذا نوع او شكل او نمط من الشخصيات دي، على راسها اللي بيتعرضوا وهم صغيرين، ودي رساله عايز اوجهها للساده الكرام اللي بيربوا، المربيين اللي بيدغدغوا ويحطموا الأطفال وهم صغيرين، عايز ألفت نظرهم، لأنه صراع الأجيال أصبح في الجيل ده وفي الزمن ده أكثر شراسة من ذي قبل بمراحل. صحيح. يعني الفرق ما بين جيل وجيل أصله بقى 5 سنين. يعني عمال يضيق، يعني بقى زمن قليل، بس الاختلاف بقى فرق بينهم سنين ضوئية. صحيح. في التفكير. صحيح. وفي أسلوب الحياة وفي التطلعات والطموحات إلى آخره. فعايز اقول للاهالي انتبهوا شويه، لان لازم تقبلوا ولادكم جزئيا، يعني زي ما هم علشان يبقى عندهم درجه من الثقه في النفس، ما تعرضهمش لانهم يتحولوا الى people pleasers. people pleaser ده او اللي عايش علشان يرضي غيره يقوم يحس بنفسه، بيقع في علاقات خاطئه عاده، لانه بيقع في ناس تستغله على طول. فلو انا خايف على اولادي لازم احسسهم شويه بالثقه بالنفس. شكل تاني مهم قوي، شكل الامهات مع اولادهم. دلوقتي الولاد على طول بيلعبوا جيمز، وبرضه طموحاتهم غريبه وكذا، وتلاقي الام مستهلكه في محاولات، والاب كمان، لارضاء الاولاد. ده نمط تاني، ومهما حاولوا يملوا ويدوهم الولاد ما بتستكفيش، لانهم على طول معروض عليهم عن طريق الشاشات بضايع كتيرة قوي من العالم كله ما بتنتهيش. وكل يوم الماركتينج اللي هو التسويق بتاع البضائع، اللي منها واخطرها الجيمز والالعاب الالكترونية، بيشوقوا الولاد. يعني انت النهاردة جبت كذا، يلعب مثلا جيم فيها مدافع، اشتريت المدفع ده تضرب بيه الناس، بكرة عملنا مدفع جديد لازم تشتريه. فالاب تلاقيه يا اما بيديله طواعية، يا اما الولاد بيزن فبيحصل اصطدام. القصد انه ازاي انا ما احولش ابني الى people pleaser، ادي نمره واحد الاولاد، باني احاول اراعي في اني ازود ثقته بنفسه، باني اشوف محامده، هيطلع شاطر في حاجه، ناجح في حاجه. حاجه تانية، الناس الشاطرين بيدوروا على المواهب اللي عند ولادهم. الولاد لما بيشبطوا في حاجه بيحبوها بيحبوا يعملوها كتير. اي حد مننا مثلا، الرياضات مهمه قوي، الرياضه في العالم يعني وفي النمو وفي الحياة كلها، تلاقي ناس تقول لك لا ابني مش بتاع رياضة،
تقول له انت عرضت عليه ايه من الرياضات؟ يقول لك 1 2 3. اقول له في 1000 رياضه تانية. صحيح. يمكن الثلاثه دول ما نفعوش. والشكل الثاني اللي اتكلمت عليه هو الامهات. الام بتدي ولادها وبتدي ولادها وبتدي ولادها وناسيه نفسها لحد اما في وقت معين الولاد كل واحد سنه الحياه بينطلق لحاله. طبعا بينطلق. فبتيجي امهات كتيره قوي في اواخر الثلاثينات والاربعينات والخمسينات تحمل الابناء الحكايه دي، تقول لك وانا بعد كل اللي عملته عشانكم ده انا نسيت نفسي، ده انا صحتي باظت عشانكم، ده انا كذا وكذا وكذا. عايز اقول لهم رسالتين. الرساله الاولى انه من الاول ما تنسيش نفسك، لازم يبقى عندك وقت من عمرك بتعملي فيه حاجه بتغذيكي انت، حاجه بتحبيها، حاجه لمزاجك الخاص. لدرجه ان ام قريب بتقول لي عندها شكل من اشكال الاكتئاب وبسالها وسع الدنيا كده، وحضرتك بتحبي تاكلي ايه؟ حضرتك بتحب، عارف انا بحب الاكل. ما شاء الله اكبر. قالت لي بحب كذا وكذا وكذا. قلت لها بتعمليهم كم مره في الاسبوع؟ قالت لي تصدق يا دكتور بقالي لي 2 3 سنين ما عملتش الحاجات دي. اكلات قديمه يعني، منها البصاره. قالت انا احب البصاره. السلام السلام. فقلت لها يعني يا ستي بري نفسك بحاجه، هي الليل نهار عماله تطبخ للولاد ولابوهم. ما حدش بيحب البصاره في البيت. لو الزوج او الاولاد بيحبوها هتعملها كتير يعني. هتعملها كتير، انما لان هي مش ما تعملش لنفسها. ما بتعملش لنفسها. واصيبت باكتئاب تفاعلي بسبب انها حياتها كلها رايحه للي حواليها. اللي هو ما هو في شكلين من الاكتئاب. الاكتئاب الاولي اللي هو انا بنام واصحى عندي المرض زي دور البرد كده، زي التهاب الكلى. ده اللي كله عندنا كلنا بعد الشر. والاكتئاب التفاعلي لما ضغوط الحياه تزيد على الواحد يجي له اكتئاب مسبب. الاكتئاب التفاعلي لما تشيل السبب بتاعه يروح يخف. انما الاكتئاب الاولي لابد ان هو يبقى فيه تدخلات كيميائيه الى اخره. الحاجه الثانيه، النصيحه الثانيه للامهات، انه لو نسيتي نفسك لحد ما بقى عندك 50 سنة 60 سنة، في امثله دلوقتي في العالم كتير قوي بيلعبوا رياضات معينه من النساء ابتدوها في الخمسينات. صحيح. احنا كان عندنا بطله عندها 74 سنه بدات متاخر. احسنت. ما شرفتنا بباب الخلق. ابتدوا في الخمسينات حققت البطولات يعني. مش بقول يعني روحوا شيلوا حديد، ولكن بقول المثل اللي هو اتس نيفر تو ليت، يعني عمرها ما بتبقى في متاخر. مجال. نفتكر على طول النهارده ان احنا نبتدي نحط في اولوياتنا نفسنا، لانها امانه من عند الخالق سبحانه وتعالى، لازم انتبه ليها برضو. الحاجه الثانيه انه فقد الشيء لا يعطيه. ما ينفعش ان انا احول نفسي العربيه من غير بنزين واقول لك لا اصل الناس هم السبب. لا، على فكره مش الناس هي السبب. ربنا سبحانه وتعالى اداني حق الاختيار وحريه الاختيار، فاعمل ايه وما اعملش ايه وارتب اولوياتي ازاي. يا فرحتي انا لما راجل ولا ست ضاعوا عمرهم كله على ناس اخرين اللي هو بيرزقهم ربنا واللي حياتهم هتمشي كده كده بيا او من غيري، وناسي نفسي واجي في الاخر امرض واتعب وكذا وبعدين الوم ليه يا رب عملت فيا كده. لا، ربنا مدينا حق وحريه الاختيار. بيبل بليزرز دول دايما عندهم احساس بالعجز او النقص او الفراغ او الخواء الداخلي. يعني انا مش قادر اشوف نفسي حلو، فانا عمال اعمل لحضرتك حاجات حلوه قوي علشان تقول لي والله انت كويس انت شاطر. اول ما قلت لي كده انا حسيت اني اتمليت. مشكله الاحساس ده انه لا يدوم، يعني لحظي وقتي. تلاقيني اول ما حضرتك قلت لي كده كتر خيرك انا بقيت مبسوط، بعدها بدقيقه بدور على حضرتك تاني اعمل لك حاجه. وما اكثر الناس اللي حواليا اللي ممكن ابقى بعمل لهم وما بيقدروش، ما يقدروش، وبعدين اصبح بعد شويه وقت حق مكتسب. اجي انا اللي عملت وشقيت وبذلت علشان غيري يتعود على كده. يوم ما اجي اقول طب بس دي واحده اخد نفسي يقول لي ما انت اتغيرت اصلك، شوف بقيت وحش ازاي. اقوم اصدقه. دول الناس اللي عندهم احساس سهل قوي تركبهم الذنب. ما تخلوش حد يركبكم الذنب. خاصه المجتمع دلوقتي بقى قاسي قوي. يعني احسنت. يعني يواجه بالاخطاء حتى لو كانت مش اخطاء من وجهه نظره هو. الناس بتقول لك تطلع حاجات مش حقيقيه. بقسوه. ما بالك ما بالك الناس اللي ما بتقدرش وما بتحسش بالاخرين. ولذلك لازم الواحد مننا ينتبه لفكره انه دائما وابدا من الصحه قدره الانسان على انه يقول لا. يعني دي معمول فيها كتب. ازاي الواحد يمتنع، يقول مش قادر، يقول عذرا، يعني يقول هاجل شويه. في ناس بتقدرش، تخاف، يجي لها بانيك، هلع، فزع. ازاي اقول لا لازم، ده عايز مني الحاجه دي دلوقتي بغض النظر عن اقدر ولا لا، لازم اقوم اعملها. طب انت بتستهلك في المكنه نفسها.
في فلسفه كده. طب يعمل ايه؟ اتفضل. فلسفه عفوا. لطيفه قوي اسمها. فلسفه بلدي كده من بتاع الكوكس صغير. احلى حاجه الفلسفة اسمها فلسفه بلدي. الشحم واللحم، وكان كل واحد فينا محتاج شويه لحمه اللي هي العضلات دي يعيش بيها. المطلوب مني تجاه نفسي ان انا مع الوقت ازود من الشحم بقى اللي هو الاضافه الاكسترا الزياده. اقوم لما الاقي حد محتاج حواليا اديله. اديله من ايه؟ من الشحم. اديله من الشحم مش من اللحم. ايوه. فلسفه لطيفه. فانا وارد قوي ان انا بصرف في الشهر 10 جنيه وبكسب 10 جنيه، فحد يجي يقول لي سلفني فلوس اقول له معيش، لان ال 10 جنيه دول باكل بيهم انا وعيالي. انما لما الواحد يجتهد يثق في الله سبحانه وتعالى ثم في نفسه ويجتهد ويخليهم 11 و12 يوم ما حد يجي يسالني اقدر ادي. والاحسن ان انا ابقى دايما بجتهد في ان عندي صحه كويسه ومال ان شاء الله كويس ومعارف وصداقات وكذا كويسه وعلاقه قويه بالله، فعندي ثقه بان العاطي الوهاب مش هيقطع عني رزقه. صحيح. فالدايره تكتمل. اقوم لازم افكر في نفسي. حاجة تانية انه مش من باب البخل او الانانية والله، لا لا، اطلاقا من باب التنظيم. التنظيم عشان الواحد يرتاح واللي حواليه يرتاح. والله يا حوت بيسعد، دي حاجة بتريح الاطراف كلها. ساعات اسميها انا من باب الادب، لانه اول ما ربنا اعطاني انا اعطاني نفسي امانة، اعطاني صحتي امانة، اعطاني عقلي امانة. من باب الامانة. امانة بحافظ عليها. صحيح. حد ما ياخدها وقت ما يحب. صحيح. ربنا يديك طول العمر. فيجب على كل واحد فينا. طيب حاجة تانية، لما الناس بقى تعمل كده وتبتدي تاخد خطوات، تعملها ازاي بقى؟ بيوسعوا لنفسهم. انا دلوقتي عشت حياتي بقى لي 10 سنين ولا 20 سنة بعمل الحاجات اللي بتسعد اللي حواليا، مش انا كمواطن او مواطنة. وبعدين بدأت احس بقى، وبدأ المواطن ده يحس انه يعني كتير، يعني ازاي يكسر ده؟ مع ان انت حضرتك اشرت لانه هيجي الطرف الثاني يقول له ما انت كنت بتعمل، اتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بإيدي. يعملها ازاي يعني؟ كيف يبدأ وكيف يستطيع ان يستعيد بعض النقاط المضيئة في حياته ويمارسها؟ حاضر. بس اقولها ببساطة كده، نقولها في نقطتين. عارف ساعتك في قضية كده اسمها فرز وتجنيب. فرز وتجنيب. صحيح. فانا بما ان اللي بياخده مني من غير تقدير اشخاص بني ادمين، فلازم الاول اسرد اكتب على ورقة كل الناس اللي اعرفهم في حياتي، وبعدين ابتدي افرز مين الشخصيات الصحيه ومين الشخصيات السامه. ادي فرز ثم تجنيب الشخصيات السامه. شوف الشخصيات اللي بتاخد من اللحم. ايوه. والشخصيات اللي بتاخد من الشحم. طبعا لازم يكون عندي جرأه في الاول وثقه في الله سبحانه وتعالى، وما يبقاش الواحد غشيم برضه، يعني ما اخبطش في الناس كده. مش بقسوه. اخدها بالمسايسه واحده واحده، دي نمره واحد. لما اعمل كده وافرز كده واجنب الناس دي شويه، اقوم اعمل ايه؟ ابتدي اوسع لنفسي، دي الخطوة التانية، مكان في الوقت بتاع يومي. اوسع لنفسي مكان، يعني فيش حد يقدر يقنعني خالص انه ما عندوش ربع ساعة ولا نص ساعة يقدر يصفيها من اليوم ويشفيها علشان يقعد مع نفسه فيها، في الفراندة، البلكونة، في اوضته، في الحمام، يعني الشارع. ممكن يبقى في ممارسات، يعني ينزل يعمل لعب رياضة، ينزل يتسوق اذا كان بيحب يعني. أحسنت. يشتري وبتاع. احسنت. يمسك كتاب. يسمع اغنيه. أيوه. يقعد يطبخ طبخه تعجبه. صحيح. اي حاجه تسعده. الله يفتح. شخصيا الوقت ده يبقى يسموها كده مي تايم. بتاع ملكي انا. عارف اللي يقول لك انا سيبني اقعد مع نفسي شويه ادور الموضوع في دماغي شوية. انا هقعد مع نفسي كل يوم شويه. وشويه ما ينفعش واحد يفضل قاعد مع نفسه على طول يتعب يعني. طبعا. ولكن شويه. الناس عاده من كتر ما هي ملهيه في الدنيا مش مصدقه ان ده ممكن يحصل. لو طب ما الربع ساعه دي يعمل فيهم كذا. عارف حضرتك، بسال نفسي والاخرين، يعني هو الواحد ممكن يمسك التليفون قد ايه؟ ناس بتقعد على التليفون تعمل لا شيء ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته في اليوم. قال يا انا ماسك التليفون. مشكله. الفكره مش ماسك التليفون، الفكره في القيمه المضافه، العائد. صحيح. اقوم انا لازم اوسع لنفسي شويه وقت. اي حاجه اعملها في الوقت ده يبقى لها عائد ايجابي عليا. لازم. طيب مشكلة ناس بتقع فيها، يقولك بقى لي 20 سنة بقى اللي انت بتقوله ده وهم، يعني وانت بتتكلم انا مش عارف اعمل ايه في الوقت ده. ابتدي اعمل في حاجات يونيفرسال انترناشونال متفق عليها في العالم كله. وانت اما تعمل حاجة تبسط نفسك بيها، ده وحش؟ قولي لا حلو. تبسط بايه؟
ناس تقول لي مش عارف مش فاكر. طيب. اقول له افتكر اخر مره كنت مبسوط كنت بتعمل ايه وروح اعملها يا اخي. ادي حاجه بيبقى حقيقي وبيبقى مر جدا. صحيح. وده يعني شكل من اشكال الاكتئاب كمان اللي صحيح. هو اتكلمنا عليه زمان يا محمود بيه لو ساعتك تفتكر اسمه عسر المزاج. درجه صحيح. بسيطه مستمره من الاكتئاب. صحيح. واللي عنده المرض ده التوصيف ده التشخيص ده ما بيبقاش عارف لانه عايش انا لابس اهو حلوه اهو بشتغل وبيعمل كل حاجه هو متصور انه بيعمل كل حاجه. ايوه الا الحاجه اللي تسعده بالظبط كده. احساسك بقى رايح فين؟ يقول لك يا عم احساس ايه وبتاع ايه وبعد في احساس ولا بتاع ربنا يطلعنا منها على خير. ايوه ما هو يطلعنا منها على خير انما لازم اعمل اللي يدخلني وانا عايش في الدنيا اعيش في حال الحمد. يعني انا لما اقول لنفسي الكلام اللي انا بقوله لسعادتك الساده الكرام انا بقول لنفسي ليه الكلام ده؟ لما اعمل حاجه حلوه بتفرحني وافرح من قلبي فانا قلبي متصل بصاحب الامر فاكني ممتن جدا وبحمد. انما اللي عايش مقريف ليه النهارده اه الحمد لله بقى سيبونا في حالنا تمثل بقى سيبونا في حالنا لا والله بتبقى عليهم ضغوط. احسنت. احنا بنقول ازاي منوره بتبقى يعني يا دكتور بتبقى مستسلمه كده خلاص هو بيصحى الصبح يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا بتبقى الدماغ اتقفلت زي ما يكون عليها صدى. موافقك بس الفطره تقتضي الفطره طبيعيه يعني حضرتك تحب تعيش مرضي ولا تعيش مقريف وقرفان من دنيتك؟ الفطره تقول ايه؟ عايز اعيش مرضي. صحيح. محدش عمره يخير ويقول لك لا انا عايز القرف اللي هناك ده مش عايز الحلو ده عايز الاكله الوحشه دي مش عايز دي عايز عيل يقرفني ويلففني حوالين نفسي مش عايز وادي يبرني. مفيش حاجه اسمها صحيح. كده. صحيح. طيب بما ان العوايز دي موجوده بالفطره جوانا البني ادم كده ربنا خلقه كده يجري ورا الحاجه وعايز زياده وعايز كذا. طب ما تجري ورا اهم حاجه في الدنيا واعلاها قيمه هي حياتك انت واحساسك بالحياه. طيب ساعدني بقى في انا عودت صحابي عودت زمايلي عودت زوجتي عودت بتاع على فكره العطاء اعمل لهم كل اللي هم عايزينه وبعدين ادركت في يوم ما ان ده مضيع لي انا الجزء اللي ممكن يخليني اقدر اعمل لهم اللي هم عايزينه. فازاي يعني اطور ده بحيث ان انا فاهم حضرتك اللي انت قريب مني ان خلاص انا ست سنه خلاص كويس قوي كده تعال بقى نحسن الاحوال شويه انت مش هتقبل. مظبوط. لازم ارفص الاول. طب ده كنت بتديني وانت بترفص الوقت الطرف الثاني يعمل ايه بقى؟ طيب ممكن بس مقدمتها في طب. نص دقيقه طب. مقدمتها هو انه اللي بيعود اللي حواليه على كده هو بينزع منهم جزء من حريتهم. تخيل بقى سعادتك. صحيح. يعني انا لما اقعد ادي اللي حواليا واخليه كده عاله على نفسه وعلى صحيح. المجتمع انا ما بمرنوش انا ضيعت من عليه فرصه انه هو شخصيا يجتهد في الدنيا ويشيل مسؤوليه نفسه دي نمره واحد. يس. وكاني بقول للناس لو حد فكر انه كده هيبقى اناني مثلا احنا واحنا بنربي عيالنا بنعمل لهم مش في الفطام الويننج طبعا. الام تفطم العيال مش كده؟ هناك فطامات كتيره في الحياه. احسنت. الله يفتح عليك. في سنين كتيره. صحيح صحيح. في كل مرحله طبعا في فطام. فانا لو سبقت الاداء باني اعرف والفت نظر لو الاطفال بقى مش صحابي لو ولادي انت يا واد انت يا بنت انت كبرتوا شويه وعايزين نشوف بقى همتكم علشان تبقوا ناس مسؤولين والدنيا تبقى حلوه عندكم وتحسوا احسن وتكسبوا بنفسكم وتاخدوا بطولات ومش عارف ايه وكذا وكذا. يوم انا شغلت الحماس جواهم وبعدين ابتدي واحده واحده اشيل الولاد مسؤوليات يعني انت مطلوب منك تعملي كذا. فانا الحته دي غايبه عن مجتمعنا خفت. طبعا مش كل المجتمع الام شالت اهو من على الحقيقه عامه الشعب عندهم الحته دي يعني البنت اللي بتبقى متربيه زينا كده في السيره زينب باب الخلق وبتاع بتبقى بتعرف تكنس وتمسح وتطبخ بتعرف تعمل حاجات كتير. ما حضرتك ما رحتش السيده من زمان ولا ايه؟ ده الكلام ده كان زمان يا حمود بيه. لا مازال. لا يا بيه قليل جدا دلوقتي الكلام ده قليل جدا يعني. ما اكثر الولاد المرفهين المدلعين بسبب ان الام والاب الشقيانين الكويسين عايزين يشيلوا من عليهم هم الدنيا فيقوموا ما يعرضوهمش للصراعات الطبيعيه اللي هم محتاجينها علشان يحصل لهم نمو صحي يبنوا نفسهم. فخلينا نقول لو حد مننا بيدي ولاده ام او اب كتير قوي قوي يلفت نظره عايزك تبقى كذا فيلا نبتدي اعمل الحاجة الفلانية في البيت. الأم اللي هتعمل كده هي ريحت نفسها سنة وشالت الولاد مسؤولية سنة. طيب تعالى بين الراجل والست
وده بيبقى صراع قوي ودامي، لان الستات الراجل المصري احنا بنحب بقى الايه فراوده يعني. اه طبيعي، انا بفهم كل حاجه وعايز كل حاجه ومحدش يسالني في حاجه، مفهوم في الرجوله عايز اعاده نظر كبيره. يعني انا بفهم كل حاجه انت ما بتفهميش، عايز صحيح. كل حاجه انت اللي مسؤوله عنها ومحدش يراجعني في اللي انا بقوله. صحيح صحيح. الست بصنعت لطافه لازم زي ما قلنا توسع المكان ده وتبتدي تكسب ثقتها في نفسها منه. فيه ازاي النهارده حضرتك عايزين لازم نضرب بيها مثل. النهارده حضرتك بتقدري تمشي كام خطوه؟ صحتك تقبل انك تلفي الصاله بتاعتك في البيت كده تروحي وتيجي كام مره؟ 20 مره. بكره لازم تروحي وتيجي 30. ده مثل بس بشبه بيه انه شطارتي في ان انا كل يوم اتقدم واتفوق على نفسي في حاجه. كل مره ده بيتحقق درجة الثقة بتاعتي في نفسي من نفسي بتطلع درجة، وده اللي مطلوب. طيب مع الوقت الكيان نفسه بيبتدي يتحول من إنسان عنده درجة من الخضوع والخنوع اللي أذيه إلى درجة من الثقة والقوة. ده هيخليك تقدري أدائك يبقى أفضل وأحسن. ولكن حذاري، الصدامات اللي هي ليها اسم، اللي هي فيها مواجهة، إنه مشكلة كبيرة قوي حاصلة في المجتمع المصري دلوقتي، خليني برضو أتكلم عليها لو سمحت لي. تفضل. الست اللي بتنام وتصحى بعد 20-30 سنة جواز تقول لجوزها أنا ضيعت عمري عليك، أنت عمرك ما حسيت بيا، وأنا لازم أبتدي أعيش لنفسي، سلام عليكم. دي بقى أنا بشوفها كل يوم تحصل. أه صحيح، فجأة بدون سابق إنذار. طب يا ستي، وبتبقى لبعض الرجال خبر صار والبعضهم مش صار. لا ربنا يا رب يلم ما يفرق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف نهار أبيض. خبر صار جدا. لا بعد الشر، بعد الشر. القصد التغيرات دي لازم تيجي درجة درجة. الشديد والزيادة فيها بيتسبب في فوران، ثورة. يعني أنا برضو أقدر راجل جاي بيقول لي طب يعني أنت اديني عقلك، انا بقالي 20 سنه بتعامل معاك كذا وهي بتعامل معايا كذا، تهدد. فجاه تتقلب 180 درجه. هو الكيان العقلي والنفسي لا يحتمل التغيرات دي، ولذلك فرملوا نفسكم واصبروا درجه درجه، يقوم يحصل هارموني، تناغم. او الحقوا من بدري. ما هو ده انا بتكلم على اللي ما لحقش بقى دلوقتي. احنا ده اللي ما لحقش، احنا بنقول الحقوا من بدري، ده اللي لسه هيتجوزوا. خدي بالك من كذا وانت خد بالك من كذا، ويبقى في اتفاق وانتوا الاثنين كائنات مستقله حره بتجتهدوا ومشتركين مع بعض في العلاقه الزوجيه ونكمل مع بعض دنيتنا. انما انا بتكلم على حد داس على حد فتره من العمر، ومش شرط الراجل داس على الست، ما في ستات ياما بيدوسوا على الرجال. كل الحاجات موجوده. فحضرتك ايه جمع همتك كده برضو ووسع لنفسك جزء في حياتك، يعني يبقى في درجه من التناغم مع الوقت واحده واحده. طيب الشكل الثالث السخيف جدا بقى، وده الاسهل في الاداره، لان انا سهل عليا ان انا اعتذر لصديق واقول له مش هقدر اشوفك النهارده. يقول لي ازاي يعني، بقالنا سنه كل يوم نتقابل مع بعض، زي بعض الشباب دلوقتي متجوزين وعندهم بيوت كل يوم يتقابلوا يلعبوا بلاي ستيشن لمده 10 ساعات واكس بوكس وبلاي بتاع اكس بوكس. اكس بوكس ايه الاكس بوكس؟ حاجه زي البلاي ستيشن. لا العاب يعني زي انك بتلعبوا بين عليك. ما تحرجنيش بقى يا حمود. سهل قوي ان انا اقول لواحد صاحبي عذرا انا النهارده مش هقدر اجي لك وبكره مش هقدر اجي لك، اقدر اقول له ايه؟ والله انا ان شاء الله يوم الخميس هيبقى عندي 2-3 ساعات فاضيين هنتقابل، او يوم الاثنين اي حاجه. انما الصعب الراجل ومراته انه حد يعتذر للتاني في وشه كده يقول له معلش سيبني دلوقتي بثلاث ايام وبعدين هبقى ارد عليك. الحاجات المفاجاه دي ما يصحش ازواج وزوجات. ما ينفعش ان انا اتخلى عن ولادي يومين مثلا، او ام تتنازل عن ولادها يومين علشان تروح ام واب، يعني ام واب الا بالاتفاق مع الراجل. يعني في نماذج دلوقتي جيده وطيبه جدا، الست مثلا تقول لجوزها ماما محتاجاني شويه انا رايح اقعد عندها يوم ولا يومين، ويقول لها ده انا مستني ان ماما تبقى محتاجاكي عشان عايز اخد العيال شويه على مزاج كده ونتمشى سوا ونعمل لهم يوم رياضي. فيلم شفته قريب؟ هي افلام بتتعمل افلام بس بقت حقيقيه. يعني دلوقتي دي حاجات نادره التركيبه نادرة دي، بس حاجه حلوه جدا. لا والله في ناس يا سلام على الراجل لما مراته تقول له انا عايز اخرج مع اصحابي اتفسح يوم، ولا يقول لها روح انا هقعد بالعيال واعمل كل حاجه. يا سلام، هي دي رجوله. لا لو العلاقه اساسها متين والتواصل حقيقي صحيح، بتبقى دي سهله خالص. جدا مفيش حاجه.
يعني ده ساعات كمان حد يعرض على التاني وبنشوفها دي حقيقه يعني. انت تعبانه شويه انا واخد العيال وخارجين رايحين لماما، رايحين المول نتمشى، رايحين ناكل كشري وراجعين، اقعدي رايح شويه. وهي تقول له انت شقيان في الشغل ولا مش عارف ايه، تعالى اقعد معايا انا اللي هريحك. برضو الست مش سهل انها تقول لجوزها روح انت ارتاح لوحدك. يعني كويس. فموضوع الصحاب والمحيط، لا انا اقدر واحده واحده اعتذر لهم ويبقى قلبي جامد ما خافش، لان ما حدش ماسك عليا زله، والرزاق هو الله. بالذات بقى لو هم الناس اللي يسموهم انرجي ساكرز، اللي بيشفطوا الطاقه بتاعه البني ادم. حاجه المهمه كمان، نماذج. انا بقول للناس دلوقتي، عايز الرساله دي للي الناس بتضحك عليه، للي ما بيحسش بنفسه الا لما اللي حواليه يقولوا له انت كويس. خدوا بالكم ان الناس اللي حواليكوا، شوفوا المحتوى بتاع كلامهم معاكم ايه اللي بيجروا بقى يا فندم. في ناس تقعد معاهم نص ساعه تحس انك استنزفت، صحيح، طاقتك خلصت. صحيح. اول ما يقعد معاك الكوارث والمشاكل والكورونا هتموتنا بكره ان شاء الله، ومعيش فلوس وعليا ديون ومراتي عايزه تتطلق ومش عارف ادخل العيال المدارس. وفي ناس بيقولوا كده كل ما تقعد معاهم وهو مستنيك علشان يرمي عليك القرف اللي عنده ويجيب لك من القديم خالص ويشتكي لك. خد بالك مش شرط يكون، ما بيديكش فرصه ان انت لو عايز تحكي شويه حكايات. لا لا، الميكروفون بتاعه، عارف اللي ياخد الميكروفون، لا الميكروفون بتاعه ده اكتر واحد انت بتساعده على اذى نفسه وبتسمح له يأذيك لو فضلت قاعد جنبه. طيب يعني اقدر اقول يا دكتور ان الورقه والقلم بتوع عبد البديع المحاوي، هات ورقه وقلم ومرايه وتخلوا بالكم معايا، اقعد واكتب المناطق الحلوه والمناطق الوحشه، دي البدايه الحقيقيه. صحيح صحيح. لابد ان الواحد يبقى عنده زي خريطه لحياته. حياتي يعني ساعات عمري ببساطه مجرده كده. والاشخاص اللي في حياتي مين، ومين اقربهم ليا، مين اللي في قلبي، مين اهلي. اهلي مش يعني الرحم، اهلي يعني اكتر ناس انا بثق فيهم واحب اكون معاهم لاني بحس حلو ونفسي اساعدهم زي ما هم على طول بيبقوا عايزين يرضوني. اسمح لي اقول لنا حته يعني اذا كانت صح ولا غلط حضرتك تصححها لي. يعني هو الاهل دول الزام ومسؤوليه وارتباط، يعني مفيش فيه هزار فروض، لكن تقدر تخلي الارتباط في حدوده. مظبوط. لو في حد من الاهل بيضايقك بيتعبك، لكن حافظ على صله الرحم. في الناس نوعين يا فندم، اللي هم فروض وسنن. تمام. الفروض ابويا وامي وعيالي. واخواتي. واخواتي طبعا. الرحم، الارحام. هوديهم فين دول؟ بالظبط كده. الباقي سنن. صحيح. طيب الاهل بقى اللي انا بتكلم عليهم، مش قصدي الارحام، انا قصدي كل الناس اللي لما بيجوا على بالي بحس حلو. اسهل تشبيه اهو. تمام. يعني تمام. اما افتكر فلان احس حلو وابتسم. تمام. وفي حد تاني تفتكره تقول سلم يا رب. صحيح. لحسن يجي. ده جت سيرته لحسن يجي. هم دول الاهل، هم دول الناس اللي بيحسوني بالطمانينه والطيبه. والله انطبقت عليهم الشرط ده، هم جوايا، واسال عليهم كل يوم او كل اسبوع او كل شهر، مش اكتر من كده. اطمن عليهم لله عشان بحبهم. صحيح. مش عايز منهم حاجه. بقيه الناس اتعامل معاهم كل على قد العلاقه اللي بينا، ان كان في شغل احنا في الشغل، ان كان في كذا فاحنا في كذا. حط كل واحد في الدرج بتاعه في حجمه الطبيعي عشان لا يزعجك ولا تزعجه. يعني مظبوط. تمام. واخر حاجه لو سمحت لي اقولها، انه انا مسؤول عن قبولي للأذى اللي جاي لي من الغير. يعني أنا سهل شك. قوي إن شك. أنا واحد سعادتك كنت لسه بتحكي لي مثلا شك. ممكن حد إيه يتعرض لحضرتك بكلمة غير لائقة، مفيش شك، وفي غير محلها. مظبوط. وبحضرتك مخير، إما إنك تقبل الكلمة دي وتحزن وتنفعل، أو إنك ما تقبلهاش، تحطها في حجمها وخلاص. حجمها وخلاص. يعني ربنا يسهل له، ربنا يسامحه، يقوليش سيرته تاني، حصل خير أهو عند ربنا وانتهينا لحد كده. ما تخترقنيش الكلمة. ما بالك بقى الناس اللي كل اللي حواليهم زي الأهل دول عرفوا يفرزوا ويميزوا ويقووا علاقتهم وجذورها بعشر أشخاص، خمس صحيح. أشخاص، شخص، مش بالكتير، هي مش بالكترة، مش شرط كتير. وكل اللي حواليا مع الوقت اللي أنا بتأثر بيهم بيرموا عليا ريحه طيبه. صحيح. تبقى حياتي عامله ازاي دكتور عمرو؟ انا بشكرك. انا اللي متشكر لحضرتك، كتر خيرك. تصبح على خير.
Thank you.